الموظفين كما قلت احنا عندنا في بالنسبه للتمرير الاول في خلال الفصول في القرار 73 اللي يتكلم عن المجلس التاديبي للتلاميذ يقول ان محاوله الغش او الغش المؤكد حتى المحاوله صنفها خطا تربوي ولا خطا من الدرجه الثالثه عند التلميذ تترتب عليه عقوبات اللي هي قلنا التحويل الى مؤسسه اخرى والحرمان من الاعاده والحرمان من نظام النشر الداخلي اذا كان من المستفيدين من نظام النشر الداخلي. اما بالنسبه للموظف الموظف هو صنفه المشرع ايضا في القانون الاساسي العام للوظيفه العمومي انه خطا من الدرجه الرابعه. يعني يترتب عليه عقوبتين، العقوبه القصوى هي التسريح او التنزيل دون المساس بالمتابعه الجزائيه اللي هي تبقى ايضا جانب واحد اخر اللي نص عليه كما قال سيدنا ابن عاف الماده 253 من القانون 2006. اذا احنا هذه الظاهره اننا نجمع على انها ظاهره سلبيه، نحاول اننا نقوم بالعمل التحسيسي بالدرجه الاولى لان الردع يجي من بعد والقله اللي غادي يكونوا يعني ما يعني يتعمدوا، ولكن كاين البعض اللي يتخذها انها يعني حاجه سهله ما يكونش عارف العواقب تاعها، لا من الناحيه المعنويه بالنسبه لضررها في المجتمع ولا على الامه، ولا بالنسبه للعقوبات المترتبه عنها كما كنقول على جناح ولا جنايه. وشكرا واعتذر لكم ما جاوبتش عليها.